باب من سب الدهر فقد آذى الله. تابع أخي الكلام عليكم الآن، تابع أمرك لله حتى تحذر أصحابك. باب من سب الدهر، سب الدهر، سب الدهر أو الكلام على الدهر ينقسم. أي إنسان يتكلم عن الدهر، الكلام على الدهر على ثلاثة أقسام. الأول يعني يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذا اعتقاد أهل الجاهلية، شرك أكبر مخرج من الملة. انتهى على الأول. الثاني أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو قليل، دقيقة واحدة أوقف، اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والآمر للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. مثاله يقول لزوجته، يقول والله لن أنسى، إن أنسى فلن أنسى أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك. صح ولا يوم أسود؟ ما عندنا يوم أسود ويوم أبيض، صحيح؟ في كل الأيام فيها أشكال وفيها كذا، وأنت تفاعل يا أخي، ليش يقول أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك؟ يصح؟ هذا محرم وسفه ونقص في العقل. هذا القسم الثاني، أول شرك أكبر، الثاني محرم سفه ونقص في العقل، يعتقد أن الله هو الآمر سبحانه وتعالى المصرف للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. ومسبة الدهر كثيرة جدا، صح؟ يوم أسود وكذا المهم، ويسب ويلعن الأيام والليالي. طيب الثالث خبر محض، خبر محض، يقول هذا اليوم شديد البرد، والله يا أخي سكر شوية المكيفات، هذا يوم شديد البرد شديد الحر، هذا يوم عصيب، يصح تعبنا من برد وحر هذا اليوم، لا إشكال، خبر محض. مثل سب الدهر سب الريح، بابين، الباب الأول سب الدهر، الباب الثاني سب الريح، يعني يسب الريح على اعتقاد أنه مؤثر بذاته، شرك أكبر. يسب الريح على اعتقاد أن الله هو الآمر لها، لكن لأن حدث له أشياء يسبها، لا. هذا سبه نقص في العقل محرم. الثالث خبر محض، يقول هذه الرياح رياح شديدة عاتية قلعت الأشجار وخربت الديار، إنا لله وإنا إليه راجعون. يصح؟ يصح، لا أشكال. بابين أخذنا الآن، الدهر والريح. الدهر هل هو من أسماء الله؟ لا، ما يمكن يكون الدهر من أسماء الله. لو كان الدهر من أسماء الله كان اعتقاد الجاهلية اعتقاد صحيح، إنهم قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هي لكنا إلا الدهر، صح؟ الآية ترد عليه، الحديث يرد عليه، لأن قول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر، يعني مقلب ومصرف والآمر له. والذي يقول أن الدهر من أسماء الله هذا لا يعرف أن أسماء الله مشتقة وليست بجامدة، والدهر اسم جامد واسم الله حسنى. الرابع، من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا، مفهوم؟ ما معنى وأنا الدهر أي مقلب ومصرف والآمر له؟ يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، نعم.